طيب دكتور عبد الله جمعة، أكبر هاجس، ضيفنا من القاهرة، أكبر هاجس للمجتمعين في العالمين الآن ما هو؟ هو ليس طبعا بنتكلم عن وضع اقتصادي صعب طبعا جراء الحرب الأوكرانية وقبلها طبعا جائحة كورونا، يعني هذا هو الهاجس الأكبر لجميع الدول. يعني بنتكلم وهنا نتحدث عن يعني الجانب الاقتصادي كان هو المسيطر الأكبر على يعني هذه الاجتماعات. نتحدث طبعا في تبادل تجاري بين مصر والإمارات وصل إلى 1.2 مليار دولار في الربع الأول من 2022، والبحرين وصل ل 922 مليون دولار. إذا نتحدث عن أرقام كبيرة، يعني الحديث هنا عن كيف نتجاوز هذه المحنة الاقتصادية خاصة الدول العربية مع بعضها البعض، وبالتالي هذا هو الحديث الأبرز وكان المسيطر على هذه الاجتماعات. موضوع الأمن الغذائي، في خوف لدى قادة هذه الدول؟ نعم، الأمن الغذائي وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا المناخ وأوضاع أخرى، كلها أمور يعني تفرض نفسها حاليا على هذه القمة. من أي زاوية؟ من زاوية الشبح السريلانكي مثلا؟ نتحدث يعني هذا يعني جانب من الجوانب نتحدث عن. احنا طبعا عارفين ان تركيا كان لها دور كبير في الفترة الماضية في الإفراج عن الحبوب واتفاق اسطنبول. طبعا هذا يعني احدث طبعا يعني احدث يعني حلحلة، ان لم تكن كاملة، حلحلة بسيطة للوضع المتأزم الغذائي الذي كانت تقبل عليه هذه الدول خاصة الدول العربية، ونحن نعلم انها تستورد يعني بكميات كبيرة، وأن الحرب الروسية الأوكرانية قد أثرت عليها بشكل مباشر. عندنا أيضا مبدأ هو ليس تحالفات اقتصادية فقط، لكن نتكلم عن تحالفات استراتيجية على المستوى العربي. هذا الأمر برضو من الأمور التي تمت مناقشتها، وطبعا العالم بيشهد حاليا يعني صراعات ما بين أمريكا وبين روسيا وأيضا الصين أيضا، وبالتالي هنا لابد أن يكون هناك موقف عربي ورؤى مشتركة وتحالفات استراتيجية للفترة المقبلة. تمام. أين